الوطن ده مش بتاعي، مش بتاعنا بس، ده بتاعنا كلنا، ومش بتاعنا احنا بس، ده بتاع الاجيال القادمه، ولادنا واحفادنا، يلاقوا حاجه، يلاقوا مكان، المكان ده مستقر، المكان ده قابل للنمو، قابل للحياه، قابل للازدهار كمان. اتعهد امام الله وامامكم ما يبات في مصر لا جعان ولا مكان. الخروج من الازمه، هذا ربما هو الشعار الذي يرفعه المرشحان لانتخابات الرئاسة في مصر عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، يدركان أن التحدي الحقيقي قد لا يكون في الوصول إلى كرسي الرئاسة، وإنما في القدرة على الخروج بمصر من أزماتها الراهنة، سيما على الصعيد الاقتصادي. يحاول كلا المرشحان أن يستعرض ما لديه من أفكار وبرامج لحل مشكلات موروثة منذ عقود تجعل الاقتصاد المصري يعيش دائما في دائرة الأزمة، وتجعل المواطن دائما في مواجهة الفقر والبطالة. فبعد الإطاحة برئيسين في ثورتين متتاليتين، أصبح المصريون يتطلعون لعهد جديد ولرئيس قادر على توفير الأمن ومواجهة الأزمات وتحسين الحالة المعيشية للمواطن المصري. يكون هدفه أنه يعني يريح المصريين من المشوار اللي مشوه، لأن المشوار اللي مشوه كان صعب، فيحاول يحسن معيشتهم، يعني يكون عادل في حكمه، يكون عنده ضمير شويه، يبص للناس الغلابه، يبص للناس التعبانه، يبص للناس اللي هم معوقين. عايز الرئيس ينتبه للبلد ويخليها كويسه. استقرار الامن، طالما الامن كويس وفي تعليم كويس وفي الناس عايزه غير كده، مش عايزين اي حاجه. عاوزين يلتفت للشباب بالنسبه للعمل، بالنسبه لمستقبلهم. الاستقرار والبلد تشتغل، يعني ما فيش اكتر من كده. اصلاحي التربيه الدينيه والتعليم اولا، والقضاء على البطاله باي وسيله ان شاء الله جندهم، بس ده كان مطلوب. عايزين عداله اجتماعيه، وعايزين الامن والامان والاستقرار، تثبيت الاسعار والاجور، وبعدين المعيشه، غلاء المعيشه غاليه قوي، وطبعا احنا يهمنا ان الوضع الحالي يبقى كويس بعد كده. احنا اول مطلب ليا وللكل الامن، ثم الامن، ثم الامن. يتفق الكثيرون على ان الرئيس القادم لمصر سواء اكان السيسي ام صباحي سيضع الملف الاقتصادي على قائمه اولوياته، ولكنهم يتساءلون من اين يبدا لعلاج اوجه الخلل في الاقتصاد. يرى البعض أن ملف الدعم الذي أنهك الموازنة العامة لسنوات طويلة وكان سببا رئيسا في انعدام العدالة في توزيع الدخول لا بد أن يتصدر أولويات الرئيس القادم. مصر مشكلتها الأولى الفقر، الفقر سببه عدم العدالة في توزيع الدخول في مصر خلال الفترة الماضية، إن الجانب الأكبر من الدعم كان بيذهب إلى رجال الأعمال والأثرياء وليس إلى متوسط الدخل أو محدود الدخل، وبالتالي المهمة الأساسية للرئيس القادم هو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بشكل كامل عشان يزود معدلات النمو، عشان يقلل البطالة، عشان يقلل مستوى الفقر اللي وصل في مصر لأكثر من 40%، وبالتالي أهم الملفات اللي قدامه أولا الدعم، تأسيس مشروعات جديدة، البنية الاستثمارية في مصر التي تمتلئ بالفساد سواء في المحليات اللي هي بتدير المناطق الصناعية في المحافظات وغيره، المنظومة بتاعة تأسيس الشركات بشكل عام لابد من تسهيل منظومة تأسيس الشركات، التعامل مع البيروقراطية الحكومية في كل الوزارات لحد إلى الآن لم تتخلص الوزارات من منظومة الفساد الموجودة المتعمقة في الاقتصاد المصري، وبالتالي الشفافية، المصارحة، حل مشكلة دعم الطاقة، حل مشكلة ملفات الاستثمار بشكل عام. صحيح أن كلا المرشحين يحمل أفكارا وبرامج لحل مشكلات الاقتصاد المصري، ولكن الأهم بالنسبة للكثيرين هي قدرة هذا الرئيس على اتخاذ القرار. فمشكلات مصر ليست جديدة، بل وكانت موضوعة دائما على مائدة الرئيسين السابقين مبارك ومرسي، ولكن أي منهما لم يستطع التعامل مع هذه المشكلات بشكل جاد، لتصبح المهمة الأساسية أمام الرئيس القادم هي مهمة اتخاذ القرار لمواجهة هذه المشكلات. المشروعات والطموحات والأفكار والتطور الذي يطرحه كل منهما إذا تم تنفيذه سيؤثر على معدل النمو، ولكن هو ليس الأمر مجرد أطروحات أو أفكار. مصر لديها وتمتلك هيئتها ووزاراتها بملفات مكتظة من الأفكار والدراسات والمشروعات التي تنتظر التنفيذ منذ عشرات السنين. المهم من سيتخذ القرار، المهم من لديه جرأة اتخاذ القرار
وتحمل تكلفته، أي قرار في هناخده في القضاء على الملفات الاقتصادية هيبقى له بعض الآثار الاجتماعية، ليه آثار إيجابية ليه آثار سلبية. مين اللي هيقدر يبص على كل هذه الأمور ويتخذ القرار الحاسم في الوقت المناسب؟ بعد أزمة الطاقة عندنا ملف الدعم، العجز الذي يتسبب فيه عجز رهيب للموازنة المصرية لم يعد يحتمل على الإطلاق، لابد أن نبدأ على الفور في هيكلة هذا الدعم وخفضه على درجات، يعني على خطوات متتالية على مراحل خلال عدد معين من السنوات بطريقة واضحة وشفافة. الأمر ليس مستحيلا ولكنه صعبا، صعبا يحتاج إلى قرارات واضحة لا يتم تعديلها على فترات متقاربة، حتى يتم أنه القطاعات المختلفة يتم تقوم بترتيب أمورها الاقتصادية والاستثمارية بناء على هذه الرؤية. أزمة الطاقة التي باتت تضرب شتى قطاعات الاقتصاد المصري وتؤثر بشكل يومي على حياة المصريين في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء أصبحت هي الأخرى أولوية أمام الرئيس القادم، خاصة وأن دعم المواد البترولية يلتهم نحو 130 مليار جنيه سنويا من الموازنة في وقت تحتاج فيه مصر لخطط طويلة وقصيرة الأجل لعلاج هذه الأزمة. مصر محتاجة تواجه نفسها بحقيقة مواردها واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، وفي نفس الوقت تتكلم مع الشعب بكل صراحة وشفافية عن إمكانيات الدولة وخلق بقى مجال للتنافس في الطاقة بتعريف السعر الحقيقي لكل خدمة، بمعنى انك لو تيجي النهاردة وترفع دعم الوقود للكهرباء وتقول لوزارة الكهرباء او لهيئة الكهرباء حددوا السعر بتاع التكلفة بتاعكم، فهيطلع رقم كبير اكتر من الحالي. في هذه الحالة تستطيع هذا الرقم ان تخلق تنافسية مع المستثمرين في كافة مجالات توليد الطاقة، سواء طاقة شمسية، سواء طاقة تقليدية ولكن بكفاءة اعلى، سواء طاقة من استخدام الفحم كوقود أولي، ويبقى في الحالة دي في مجال للتنافسية اللي تخدم البلد وتستديم معه. وأمام المشروعات التنموية العديدة التي يطرحها المرشحان لتغيير وجه الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته، تبقى مصادر التمويل عاملا أساسيا لنجاح هذه المشروعات. يتحدث المرشحان عن مصادر متنوعة للتمويل، بعضها من خلال جذب استثمارات عملاقة، وبعضها الآخر من خلال المساعدات والمعونات العربية، أو حتى من خلال الطروحات الأولية في البورصة لمشروعات تنموية ينوي الرئيس القادم تنفيذها لإنعاش الاقتصاد المصري. في ملاحظة مهمة إن كلا المرشحين بيتكلموا على دور الطروحات العامة في تمويل استثمارات هم راغبين فيها، فهو ده اللي يمكن الجزء المهم اللي احنا كمستثمرين جوه البورصة بنبص على العودة مرة أخرى من ننظر للبورصة إن هي شيء غير مهم جوه الاقتصاد، إن شيء أو أداة أساسية في تمويل المشروعات الكبرى للاقتصاد. شفنا حديث عن قناة محور أو على محور قناة السويس وكيفية تمويل، وكلا المرشحين يمكن بيتكلموا على تمويل عن طريق الطروحات العامه. يمكن بس مش المرشحين المشرع فتح السيسي وحمدين صباحي، لكن ايضا المرشحين اللي كانوا في الدوره اللي فاتت كانوا برضو بيتكلموا على دور البورصه في الطروحات العامه. الحقيقه البورصه من زمان ولها دور مهم جدا في تمويل المشروعات العامه، لكن الفتره الماضيه انخفضت بشكل عام الطروحات، وكانت الطروحات اغلبها طروحات من القطاع الخاص، في حين إن لما كان بينزل طروحات من القطاع العام كانت بتأخذ ثقة المستثمرين بشكل كبير جدا. ما ننساش أمك وسيدي كرير ومعدلات ومصرية للاتصالات ومعدلات التغطية الكبيرة اللي كانت في مثل هذه الشركات، وبالتالي البورصة مؤهلة والمستثمرين فيها مؤهلين إن يشاركوا بشكل فعال جدا في التمويل الاقتصادية عن طريق التمويل الطروحات العامة في البورصة في الاقتصاد المصري. أنت بتتقبل معونات وبتبقى يعني مشهورة جدا من مقدمها لفترة معينة، انما هل هفضل على طول كده؟ انا قلت من الاول الدعم ده حاجه استثنائيه، المعونات حاله استثنائيه، الظروف طبعا كلنا بنقدرها، واحنا بنقدر طبعا اللي تقدم الدعم، انما احنا المفروض ان احنا ناهل نفسنا ان احنا ما نعتمدش على الدعم، انا مش هستمر على طول. فلو انا خدته اشتريت بيه حاجه وبعتها برضو برخيص يبقى انا كملت على الحاجات اللي انا بضيعها. ده اللي بيحصل دلوقتي، ده بيحصل لظروف ما تقدرش تغير، ظروف دوله بحجم مصر في اسبوع ولا في اسبوعين ولا في سنه. احنا بنتكلم على لازم اللي بيقدم الدعم عارف ان انت دي هتاخد منك سنين. احنا اقدمنا، الدوله اقدمت على حاجات كتير جدا وعندها افكار كتير جدا، ان شاء الله الرئاسه القادمه باذن الله الامور هتبقى افضل كده. وبينما يتطلع الجميع لحلول واضحه لمشكلات الاقتصاد المصري، يرى المستثمرون ضروره ان تتضح معالم السياسه الاقتصاديه التي ستنتهجها مصر خلال الفتره المقبله. ليس ذلك فحسب، بل وان تتسم هذه السياسات بمزيد من الشفافيه
لتحسين مناخ الاستثمار. على مستوى السياسات احنا عايزين سياسات، يعني رأس المال لازم يبقى شايف قدامه خطوتين. عايزين نشوف السياسات الاقتصاديه، احنا هنتبع اي سياسه اقتصاديه؟ ده حقيقه مش واضح لي قوي من كل البرامج اللي بتتعمل. استمعت الى المرشح يعني مش واضح قوي السياسه الاقتصاديه هتبقى عامله ايه. يعني ممكن يبقى عندنا فتره انتقاليه قد يكون فيها شويه صعوبه، لكن السياسه الاقتصاديه مش واضحه قوي بالنسبه لنا. يعني محتاجين سياسه اوضح، يمكن ده يتضح بعد يعني انا مش متاكد طبعا، عارف ان في حسابات كتيره للدعايه الانتخابيه قد تكون تختلف الامور بعد ذلك. فدي حاجه اللي اكيد بيطلبها مجتمع الاعمال بوضوح. عايزين تفكير غير التقليدي. تظل الدوله هي اللاعب الرئيسي في السوق، اكتر الصرف بيجي عن طريق الدوله، وبالتالي يبقى مثلا موضوع زي المشتريات الحكوميه في غايه الاهميه بالنسبه لنا. عايزين مزيد من الشفافيه في المشتريات الحكوميه، يعني دلوقتي في بوابه للمشتريات الحكوميه نامل ان كل العطاءات تتحط عليها عشان الناس تعرف تشوفها. نامل لما يكون الموازنه العامه تعتمد ان ده يعلن في جميع القطاعات والادارات عشان انا ابقى شايف من بدري مين هينزل مناقصه في ايه، فبالتالي انا اوجه استثماراتي او اوجه افكاري في هذا المجال. ويراهن الكثيرون على دور المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لمساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، سواء من حيث زيادة حجم الاستثمارات أو تدريب وتأهيل العمالة المصرية. أعتقد ده وقت أن مجتمع الأعمال لازم يعطي الكثير للمجتمع الفترة الجاية، وأنا شايف إشارات من المرشحين أن هم بيلمحوا لفتش، وأعتقد مجتمع الأعمال مش هيبقى يعني هيمشي عكس الاتجاه ده، انما هو كل ما هيطلب مجتمع الاعمال ان انت يبقى في مزيد من الفرص، مزيد من الاستثمارات. لكن انا اعتقد ان مجتمع الاعمال مستعد ان هو يؤدي ده، وبس مش من خلال المشاركه في التنميه مثلا باسعار مناسبه، لا من خلال حتى تنميه الشباب. احنا يعني الجمعيه بنحاول الحقيقه، احنا ايقنا اهميه الشباب ده هي من سنه 2008 وقمنا بمشروعات عديده في الجامعه لتنميه مهارات الشباب. احنا ايقنا ان في فجوه كبيره ما بين سوق العمل وما بين خريج الجامعة، فقعدنا لنفسنا ان احنا نحاول نطور الشباب، نديهم تدريبات اللي هو تدريبات المهارات الاساسيه بحيث نطلع للمجتمع حد يقدر يشتغل بطرق اسهل. وابتدينا كمان الشركات تيجي تدرب الاولاد وتاخدهم يشتغلوا عندهم في شركاتهم. وتمدينا من مش القاهره وعين شمس، ابتدينا نشتغل في الفيوم وطنطا واسكندريه. وحاجه كان ليها اثر، يعني في الوقت ده ما كانش فيه جمعيات او هيئات كتير بتشتغل بالطريقه دي في الجامعه. مخطئ اذا من يظن بان رئيس مصر القادم سيحمل في يده عصا سحريه يستطيع من خلالها حل كل مشاكل الاقتصاد المصري، ولكنه مطالب بان يضع حلولا لهذه المشكلات وان يسعى لتنفيذها، وان يعيد الثقه التي فقدها المصريون لسنوات طويله في شخصيه الرئيس الذي يقدم مصلحه الوطن والمواطن على مصلحه حزبه او مصالح جماعته وعشيرته.